مساء الفل واهلا بيكم. لسه مكملين النزوة ونشوف عمر وهالة اخرتها معاهم ايه. بتبدأ الحلقة عمر في الغردقة بيحضر حفلة تكريم حماه صلاح الملاح، وطبعا دي الشغلانة اللي اتفقت عليها هالة مع صاحبتها وما قالتش لجوزها عليها. وهي هناك شافت عمر، راحت سلمت عليه وقالت له اكيد مش بتدور عليا. حماه شافهم مع بعض وندى عليه، سأله على روايته الاخيرة، قال له لسه. حماه قال له طبعا علشان الحكاية وقفت، مصدر إلهامك. عمر صارب قوي من كلام حماه، قال له مش دي البنت اللي انت كنت ماشي معاها في الصيف؟ عمر قال له بنت مين؟ حماه قال له أنا سمعت حماتك وهي بتتكلم أختها في التليفون، لأن ما حكت لها كل حاجة. عمر قال له يعني اتفضحت خلاص. لكن حماه قال له اللي حصل ده خده دفعة يساعدك على الكتابة وإنهاء روايتك. وبيحكي له حكاية قديمة حصلت معاه أيام ما كان بيحضر الدكتوراه، وجات له بعثة لإنجلترا وسافر 6 شهور. المهم إن هناك شاف واحدة عراقية عجبته جدا جدا وتشد ليها قوي وحبها، ما كانش عايش قبل ما يشوفها وحس إن حياته ما بدأتش غير معاها. لكن كل ده اتغير لما رجع مصر وكان فيها زومة كبيرة قوي فيها كل عيلته. شاف بنته معاه كانت لسه صغيرة بتلعب قدامه سعيدة ومبسوطة. سأل نفسه سؤال، لو اشترى الحياة الجديدة اللي هو حبيبها وعايز يعيشها وباع كل ده، بنته هتبقى فين من القصة دي؟ وطبعا في الوقت ده كتب أهم وأعظم رواية في حياته اللي اتعملت بعد كده أفلام ومسلسلات وكانت سبب شهرته، وبقى صلاح الملاح الروائي الكبير. عمر كان واقف جناشر سأله أخبار روايتك الجديدة ايه؟ عمر مش مركز يرد عليه لأنه شاف هالة وهي بتتكلم في الموبايل وشكلها مهموم قوي. حما طلع وقال له انه هيمشي ويبقى يحصله بعد كده. المهم عمر راح لهالة وسألها مالك، قالت له ان جدتها في العناية المركزة وكلموها علشان حالتها خطر جدا. قال لها هوصلك. في الطريق هالة بتحكي عن جدتها انها اجنبية وتعرفت على جدها وحبته وجات عاشت معاه في مصر، سابت حياتها ودنيتها وجات في مكان جديد وعملت حياة جديدة عشان اللي كانت بتحبه. اتعلمت كمان العربي من الاغاني وخصوصا اغاني فريد كانت بتحبها قوي. كده وصلوا عند المستشفى، بتقول لعمر مش عايز تدخل معايا؟ قال لها ما يتهيأ ليش، ما ينفعش. شكرته على التوصيلة مبسوطة انها شافته تاني وتسيبه وتنزل المستشفى. عمر دخل وراها وطلع شاف جدتها ولقى هالة نايمة صحاها وقال لها اعتقد ان جدتك خلاص. وما كملش، هالة عيطت قوي وقالت انها ما تقدرش تعيش من غيرها. قال لها اقعدي جنبها وادعي لها وطمنيها عليكي. هالة مصدومة ومش عارفة تعمل ايه. عمر بيسيبها مع جدتها ويطلع. بعد شوية هالة بتطلع وبتحضن عمر وتعيط قوي، وبياخدوا بعض ويمشوا هما الاتنين. عمر رجع البيت عند حماه بيساعده يطلع اوضته وبيسأله البنت اللي حكيت لي عنها بتيجي على بالك ساعات؟ حما قال له ياه مش ساعات، دي بتيجي على بالي كل يوم. اما هالة بقى بتحكي لنا حاجة تانية خالص. واقفة مع واحدة زميلتها على باب القاعة اللي فيها التكريم، بتقرر ان هي تعتذر وتمشي لانها حاسة انها تعبانة. بتقول لزميلتها، قالت لها لازم تستأذني مستر خالد. فبتدخل وبتقول له، قال لها ما ينفعش طبعا، ده وقت مش فيه اعتذار خالص. بترجع تلاقي صلاح الملاح عم عمر قاعد لوحده بره القاعة. بتسأله ليه مش قاعد جوه؟ قال لها مش فارق معايا الحاجات دي، انا اللي بيفرق معايا دلوقتي القهوة والسيجار مزيكا الكلام ده، لكن الحاجات دي كانت تفرق معايا زمان. بيسألها قريتي لي حاجة؟ قالت له بصراحة رواية واحدة بس ايام الجامعة. سألها عجبتك؟ قالت له بصراحة لأ. عجبته صراحتها قوي. وصلته للقاعة وهي واقفة بره شافت عمر جاي، سلم عليها وبيقول لها كنت عارف اني هشوفك هنا. بتقول له عامل ايه؟ قال لها كويس جدا. راح وقفوا في الفرندة، مسك ايدها سألته مراتك فين؟ فوقته رد جيت لوحدي. بتقول له حماك شكله لطيف قوي. ضحك وقال لها بيتقال عليه حاجات كتير اخرها انه لطيف. ضحكت هي كمان وقالت له انت اللي ظلمه. ضحك وقال لها اجيبهولك يمدينك اوتوجراف. عمر بيبص لهالة قوي ويقول لها انت حلوة قوي قوي النهاردة.
بصت له شوية وسابته وقعدت وقالت له حاسة اني تمام. وقالت له كمان ان علاقتها بجوزها اتحسنت قوي في اخر سنتين، احسن حاجة فيها دلوقتي، كمان بيحاولوا ان هما يخلفوا تاني. قال لها ده خبر لطيف، وزعل قوي وبيقول لها اروح اشوف حماية بقى. هالة اتضايقت قوي انه مشي، وجالها تليفون من المستشفى قالوا لها ان جدتها في حالة خطيرة جدا. عمر كان لسه قريب منها سمع وقال لها انا هاجي اوصلك. وفي الطريق هالة قلقانة قوي، عمر بيحاول يهديها لكنها بتنفعل وبعدين بتعتذر. هالة بتسأله انت ليه جيت النهاردة؟ قال لها علشان حفلة تكريم حماية. قالت له حماك اللي انت ما بتحبوش، اللي بنته نفسها ما جاتش. هالة قالت له انت بتحاول، اقعد صلح الامور بينك وبينها. اتضايقت ليه بقى لما قلت لك ان انا وسيف بنحاول؟ قال لها ما اتضايقتش ولا حاجه. هالة بتشكر عمر على التوصيله وبتقول له ما كانش المفروض اجي النهارده، لازم اسمع كلام سيف وبطل اقبل الشغلانات دي. فبيقول لها خلي بالك على نفسك وبتنزل. ولما بتدخل المستشفى بتلاقي مامتها وجوزها اللي بتقول لها ما كانش لازم نسيب الدكتور ينعشها، كل الاجازه بتاعتها متوقفه ولازم ناخد قرار. هالة معترضة جدا على كلام مامتها. طبعا فجأة عمر دخل برضو زي المرة اللي فاتت وراه، كلهم اتفاجئوا بيه. هالة وعمر قاعدين في كافيتيريا المستشفى، بتقول له عايزة انقلها القاهرة او اي مستشفى تانية، وهو بيقول لها حرام دي كبيرة وما تتحملش خالص. فبتقول له خايفة اكون قصرت معاها. قال لها كل ده وقصرتي؟ لا طبعا. بيرن تليفونها، مامتها بتبلغها ان جدتها خلاص ما بتنهار. عمر بياخدها في حضنه. بعد كده هالة ومامتها بيستعدوا علشان يعملوا اجراءات الدفن، وهالة بتقول لمامتها ان جدتها وصلت انها تدفن مع جدها. فبتقول لها طب تمام هديك الرقم علشان انا راجعه خلاص دهب. هالة مش مصدقه ايه اللي بيحصل ده، يعني ايه راجعه ومتحضرش دفن مامتها؟ فبتقول لها ازاي يعني، ازاي مسافره؟ قالت لها خلاص يعني خلاص هي مش محتاجاني. بتقول لها انا ممكن ابقى اجي في العزاء. هالة ردت عليها وقالت لها لا مش محتاجينك في العزاء. اصلا هالة حاسة ان اللي ماتت دي مامتها مش جدتها، لان هي اللي ربتها وعمرها ما حست بحنان مامتها ولا قربها جنبها، لانها طول عمرها منشغلة بجوازاتها. في المقابر بقى هالة بتشوف الضابط، واول ما بيجي جنبها بيقول لها محتاجك في كام سؤال، انا عارف ان الوقت مش مناسب بس عايز كام سؤال كده تجاوبيني عليهم. لكن هالة بتقول له انت شايف ان الوقت يسمح؟ قال لها انا مقدر طبعا. ردت عليه وقالت له لو مصمم تكمل أسئلة ابعت لي استدعاء رسمي وانا اجيب المحامي بتاعي واجي، وبتسيبه وتمشي. وبكده خلصت الحلقة، اشوفكم بخير ان شاء الله الحلقة الجاية، ومع السلامة.